خرجوني يا بنتي من داري، هرسوا علي الباب، دخلوا علي، خرجوني، حق امي، حقي في دار امي، شرعي، انا واريت شرعي، وهذاك حقي، وداوه ليا، ما عرفتش علاش، ما عرفتش، انا انتي كتشوفيها شهادة الملكية، كلشي الوثائق عندي، ملف مستانفو، جاو فرغوني من داري، وحزوا لي على فلوسي، باعوا الدار في المزاد العلاني، وحزوا لي على فلوسي، جاتني 10 مليون في حقي حزوا لي عليها. اليوم انا متشرد انا وولادي، عندي جوج بنيات كيقراو، فين غنعطي انا راسي يا عباد الله، وتشردت يا عباد الله، وغنجيبو من عالي، وما خدامش كتخدم عليا المراه، والله شهادة عليا هادشي اللي كنقول، محنوني، محنتني اختي، اختي هي اللي السبب ديال هادشي. اختي على باس عليها، كتعيش في اوروبا، شرات من عند الوراثه، وهي ما عندها ما دير بالدار، قالت لي بيع لي، ما بغيتش نبيع لها حقي، حيت ما عنديش فين نمشي. ناضت بعت لواحد السيد بيع وشراه، كيبني بناي وبيع وشراه، عنده الفلوس، انا ما عنديش، انا ما بحاليش، انتوما كتشوفوا حالتي اوراقيه. هاد الحكم ابتدائي، انا مستانفو ديال الاستغلال، وما تبلغتش، كنت حاب راسي ربحت الملف، اليوم كيقولوا لي بان راه حاجز لك على فلوسك، جاتني 10 مليون في حقي، حزوا لي عليها، وفرغوني من داري، ما عنديش فين نمشي انا وبناتي، ما عنديش تمن نوكلهم، انا انسان معاق، كتخدم عليا على المراه، هي اللي خدامه عليا، اليوم كنطالب. انا داير دا شكايات لرئاسة النيابة العامة، ودير شكايات للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ودير شكايات للوكيل العام هنا بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، كنطالب بغيت نرجع لداري، ولا يعطيوني على الاقل يعطيوني رزقي، يعطيوني هذاك الشيء اللي جاني في حقي، باش نخرج نلقى باش نكري لبناتي، ونلقى نصير عليهم، ما عندناش دابا، انا مفرغين وساكنين في الزنقة، كيدخلونا الجيران، جيراني اللي كانوا حدا الدار ديالي، كنبات عند جيراني، أنا وبناتي، فين غنديهم؟ جوج بنات، وحدة عندها 13 عام، وحدة عندها 16 عام، عييت أخويا، عييت، كنطلب من الله، ومن رضات الوالدين، وصاحب الجلالة، محمد السادس، يشوف من حالي. وحل لي هذا المشكل، راني تشردت انا وبناتي، راني تشردت انا وولادي يا عباد الله، راني تشردت انا وولادي يا عباد الله، راني تشردت انا وولادي يا عباد الله، هادشي دارتو دارو لي اخوتي، محنوني، عدموني، 15 عام وانا في المحاكم، 7 سنين مع اختي، وسبع سنين مع اللي جرى مع الوراثة. راني عييت وجاني هاد الشيء وانا بوستين، عندي 60 عام في عمري، عييت يا عباد الله، كنطلب الله ومن رضات الوالدين، وسيدي محمد السادس يشوف من حالي، يحل لي هاد المشكل، راني عييت يا عباد الله، كندخل للمحكمة، واحد كيصيفطك عند الاخر، واحد كيصيفطك عند الاخر، واحد كيصيفطك عند الاخر، محمد السادس ما يقدرش يخرجني انا وولادي، محمد السادس خونا وحبيبنا وبانا وكل شيء فيه، مليكنا عزيز علينا، كنموت على مليكي، كنموت على وطني، كنموت على مليكي، وكنموت على وطني يا عباد الله. حتى ما الله يتوالى غنتافي غنتافي نسكن انا وولادي ويردوا لي حقنا، هادشي اللي كنقول. خليت خدمتي وخليت كل شيء، خليت خدمتي وخليت كل شيء، وليت مقابله هوايا. ولادي كيقول لي يا بابا تبقى لينا عندك. كنت خدامه في سميك، كنت خدامه في المرجان ودوت وقفت. يا بابا تبقى لينا عندك. وليت خايفه على بنتي، وليت خايفه اللي تحف الزنقه ولا غادي كيجريو مداوي على بوحده. اللي شردوني وكرفسوني انا وليداتي، الله اللي غياخذ فيهم الحق. انا كنآمن بالله، وكنآمن بالقضاء، وكنآمن بالقانون، وكنآمن بالمحكمه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.